حياكم الله. حتى الآن فإن قضية تأجيل انتخابات مجالس المحافظات ما زالت في مرحلة جس النبض وتناوش التصريحات بحرب باردة وكلام مقتنع بمبرراته، فهل هو تأجيل بدوافع سياسية أم فرضها واقع البلاد الاقتصادي والاجتماعي؟ وهل بالفعل هي خطوة من القوى المفلسة انتخابياً؟ في هذه الأثناء تمر معركة تحرير الموصل بحرب إعلامية عنوانها مقاطع الفيديو التي اعتبرت مسربة عن حالات تعذيب وانتهاكات بحق المدنيين والتي زاد طينها بلة تقارير منظمة العفو الدولية. أما ضيوفنا لهذه الليلة القيادي في التحالف الوطني ووزير العدل السابق النائب حسن الشمري، مهند العقابي مدير إعلام الحشد الشعبي، خوف أم حرص؟ مجالس المحافظات تترقب. حرب الإعلام وإعلام الحروب بين الحقيقة والفبركة. قال رئيس اللجنة القانونية البرلمانية محسن السعدون إن الانتخابات يجب أن تجري في موعدها المحدد كما نص الدستور باعتبارها استحقاقا لكل الشعب العراقي، عادا تأجيل موعد الانتخابات من قبل الرئاسات الثلاث مخالفة للقوانين. وأضاف السعدون إن التأجيل يجب أن يتم بطلب من مفوضية الانتخابات أو موافقة مجلس الوزراء، داعيا إلى عدم دمج موعد انتخابات مجالس المحافظات بموعد الانتخابات النيابية لصعوبة إجرائهما وعدم وجود مبرر لتأجيل الانتخابات في بغداد أو محافظات الوسط والجنوب. عضو اللجنة القانونية البرلمانية حسن توران قال إن تأجيل الانتخابات وإجراءها مع الانتخابات البرلمانية في يوم واحد لا يتعارض مع الدستور، على اعتبار أن الأخير نص على إجراء انتخابات مجلس النواب كل 4 سنوات ولم يتطرق إلى تحديد موعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات. هذا جدل وتضارب الآراء هو داخل اللجنة القانونية البرلمانية، فما الذي يمكن أن تصوره داخل الكتل السياسية بعد الاختلاف في مبررات رفض التأجيل أو قبوله بعد التأكيد أن وضع البلد الاقتصادي وعدم عودة النسبة الأكبر من النازحين إلى مناطقهم من أهم الأعذار التي قدمها المؤيدين، فيما أكد البعض أن تأجيل انتخابات مجالس المحافظات سيفتح الباب لتأجيل انتخابات النيابية. والحديث عن كل هذا الجدل القانوني والسياسي انضم معي هنا في الاستوديو القيادي في التحالف الوطني النائب حسن الشمر وأيضا عضو اللجنة القانونية. حياك الله. حياك الله. تفضل. حياكم الله من جديد سيادة النائب. يعني أساني تعمدت أقرأ هاي الخبرين بالنسبة للجنة القانونية. نعم. رئيس اللجنة سيد السعدون وعضو اللجنة النائب حسن توران مختلفين، بالتالي ما أعرف أقول إنه وراهم الرأي السياسي هو اللي واضح هو اللي متسيد حتى على الرأي القانوني. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لحضراتكم على هاي الاستضافة. حقيقة حديث الزميلين العزيزين الأستاذ محسن السعدون والأستاذ حسن توران هو يمثل وجهة نظرهم كأعضاء برلمان وكأعضاء في اللجنة القانونية، لكن تبقى هي وجهة نظر شخصية لأن اللجنة القانونية لم تجتمع حول هذا الموضوع لحد الآن. وربما لاحظت أن فكرة طرح فكرة تأجيل الانتخابات إنما جاءت بعد تعطيل البرلمان بسبب اقتراب موعد الزيارة الأربعينية للإمام الحسين عليه السلام. فاللجنة القانونية لم تجتمع لبحث هذا الموضوع، وليس فقط يعني الزميلان محسن السعدون وحسن توران ليس هما من وحدهما من بين رأيه، كذلك نحن أيضا طرحنا رأي بخصوص هذا الموضوع، وإن شاء الله نأمل بعد عودة البرلمان للعمل وعمل اللجنة القانونية سيكون هناك نقاش لهذا الموضوع مستفيض. زين، قبل ما أجي على الرأي السياسي خلينا نبدأ بيه وبعدين نجي على القانوني. نعم. يوم 15 أكو اجتماع للهيئة القيادية للتحالف الوطني، عبرت عن تفهمها لمخاوف الشركاء أنه عودة النازحين الوضع الاقتصادي. هذا يوم 15، يوم 18 يصدر كتاب من رئاسة الجمهورية موجه إلى المفوضية عن اجتماع سابق يوم 12، يعني بعد شهر و6 أيام. بالتالي هذا وين كان مضموم؟ ليش بهاي الفترة إذن أكو اجتماعات بالخفاء؟
هو احنا الاجتماعات هي متواصله، يعني هو ليس بالضروره كل اجتماع يعقد هو يعلن ويعلن ما دار فيه ونتائجه، ربما بعضها ما يتم التوصل فيها الى شيء محدد او منتج حتى يعلن. لا مانع من ان تجري مثل هذه الاجتماعات، عندما تتبلور الفكره بشكل نهائي ويصل كل طرف من الاطراف الى قناعه معينه اما تكون مشتركه بين هذين الطرفين، فلنقل التحالف الوطني مثلا واتحاد القوى، فتعلن هذه الرؤية المشتركة أو لا يتمكنون، فيبقى كل طرف متمسك برؤيته ويعلنها لجمهوره ولناخبيه. هاي مسألة أنا أشوفها طبيعية جدا، يعني ليس تبدل في المواقف ونكول عن مواقف سابقة. خليني ما عرفت عمل ويا الموضوع مو بحسن نية، أقول هاي التصريحات تخرج، يخرج الكتاب عن الاجتماع، يتأخر قضية طرح قانون الانتخابي، بالتالي ما تصور كل هاي الأمور صارت صدفة، أكو نية مبيتة لتأجيل الانتخابات. هو الحديث عن تأجيل الانتخابات كان ليس منذ الآن، منذ أكثر من شهرين أو ثلاثة أشهر أنا لاحظت بعض نواب اتحاد القوى يجوب أروقة البرلمان لجمع تواقيع لتأجيل الانتخابات، انتخابات مجالس المحافظات. بالمقابل هناك إصرار من التحالف الوطني لإجراءها في وقتها المحدد، ولكن لحد الآن اللي احنا نتحدث به لم يصدر موقف رسمي نهائي من التحالف الوطني حول هذا الموضوع. ما أعلن عن اجتماعات الرئاسات الثلاث بالنسبة لأخ رئيس الوزراء ربما تمثل وجهة نظره هو كرئيس وزراء، كرئيس أعلى جهة تنفيذية بالعراق، بيّن وجهة نظره مع اجتماعات الرئاسات، طبعا مع الحفاظ على القنوات القانونية والسياسية بهذا الصدد. جيد، رح نرجع نفصلها. أكدت على قضية أنه تصريحات أعضاء اللجنة القانونية تمثل رأيهم الشخصي مو كلجنة. نعم. اجتماع الرئاسات قلت كرئاسات بقناعاتهم. نعم. بالتالي هذا اللي حد الآن كله تحاول أنه ما تعطي الصبغة الأولية للموضوع من الحاكم. خلينا نعبر، لا نعطي الصبغة أو الجنبة النهائية والقطعية لهذا الموضوع. ما زال من الحاكم. الحاكم بالنهاية هو ما يتم التصويت عليه في مجلس النواب. زين. بالتأكيد. يعني زين حسب أي قناعات؟ هناك قناعات خاصة لدى بعض النواب. زين. باعتبارهم نواب هم مقتنعين بآرائهم الشخصية، وهناك قناعات لدى بعض النواب باعتبار انتمائهم لكتل سياسية. زين. بالتأكيد هاي كلها راح تتبلور بمواقفهم داخل قبة البرلمان. زين، أنت قلت إنه اتحاد القوى لم التواقيع بحجة على مود حتى يأجل. نواب من اتحاد القوى. نواب من التحالف، مناطقهم ناخبيهم بهاي الحالة. نعم. والتحالف الوطني كان رافض، اليوم التحالف الوطني يعني بموقف انه متفهم لموقف الشركاء من قضيه المناطق عدم عوده النازحين، هسه اللي افتهمه بشكل شخصي التحالف الوطني بشكل جديد يجامل او يريد يبدي بمرحله مجامله جديده مع الشركاء. ولا باس، يعني حتى لو افترضنا انه يريد ان يجامل الشركاء وان يتفهم موقفهم، ما الضير في ذلك اذا كان يصب في مصلحة تهدئة الوضع في هذا البلد وأن نخرج بممارسة سياسية متفق عليها قدر الإمكان. زين. مع العلم أنه موقف التحالف الوطني كان إيجابي مع توجهات الأخوة في اتحاد القوى بخصوص هذا الموضوع، وهناك تنسيق لديه مع مفوضية العليا للانتخابات، ويستطلع رأيها بخصوص المناطق اللي حصل فيها نزوح وإمكانية إجراء الانتخابات من عدمها. المفوضية كانت تقول بأنه يمكن إجراء الانتخابات في موعدها، والمفوضية تستطيع أن تفتح مراكز اقتراع في مناطق النزوح، عفوا في مناطق اللجوء اللي تم لها اللي استقرت فيها العوائل النازحة، وممكن أن يحصل التصويت هناك. لكن هذه المسألة ربما ترفضها بعض الأطراف السياسية في اتحاد القوى، لأن تعتبر بأنه هذه العوائل هي ناقمة على الواجهة السياسية، خلي أعبر بين قوسين السنية، تعتبرها هي مسؤولة عن عما لحقها من أذى ومن ضرر وعن دخول الإرهاب إلى مناطقهم، فبالتالي تكون نتائجها سلبية عليهم في الانتخابات. التحالف الوطني هو أصلا يعني من ضمن هاي الانقسامات، اليوم مو كل الكتل داخل أو مكونات التحالف الوطني قابلة بقضية التأجيل، على اعتبار أنه هذا اللي المفروض أنهم أكثر استقرار، على اعتبار مناطق ناخبيهم مستقرة أمنيا، الكرد عندهم انقسامات داخليه ومشاكل بيناتهم وهي التوترات، والسنه هذا حالهم، اهلهم وناخبيهم مهجرين، بالتالي القضيه تاخذ ابعد من وجود انه حتى النازحين. التحالف الوطني مؤسسه محكوم باليات التصويت داخل اروقه التحالف الوطني،
واللي رأيه مخالف للتوجه العام في داخل التحالف الوطني يحترم رأي الأكثرية وينصهر معهم بالنهاية في الموقف. زين، أنت أيضا من ضمن قيادات الحزب الفضيل اللي هم المكون من المكونات الرئيسية داخل التحالف. نعم. أنت وين رايحين داخل التحالف؟ حسب ما طول أنت موجود أنا خلنا نأخذ رأي من واحد من أهم المكونات. إحنا بالنسبة لنا نأكد على أن يحترم الدستور والقانون في هاي المسألة. زين. والجنبة الفنية نحيل بها للجهة المختصة مفوضية الانتخابات. إذا قالت أنه إحنا عندنا إمكانية أن نهيئ اللوازم المطلوبة لإجراء الاقتراع في وقته، الانتخابات في وقتها، وماكو مشكلة من تصويت العوائل النازحة، نأيد أنه أن تجري الانتخابات في وقتها. أما إذا قالوا من النواحي الفنية إحنا غير قادرين على هذا الموضوع ونحتاج إلى تأجيلها في تلك اللحظة، لا طبعا الموقف يستتبع هذه الحالة. بالإضافة إلى ذلك تنسيقنا مع التحالف الوطني، حتى لو كانت وجهة نظرنا تختلف عن بقية أطراف التحالف الوطني، إحنا جزء من هذا المكون اللي اسمه التحالف الوطني ولازم نحترم رأي الأكثرية. هاي بمرحلتكم الجديدة. مرحلتنا الجديدة شنو؟ داخل التحالف إنه راح يكون رأيكم واحد. هو هذا لا هو هذا إحنا سلوكنا وعملنا داخل التحالف الوطني. عندنا إحنا طبعاً كحزب فضيلة عندنا رؤى تخص الانتخابات، طريقة الانتخابات، موعد الانتخابات اللي ده يكون في موعد المقرر، لأنه محافظاتنا أيضا في الوسط والجنوب تئن من تشكيلات الحكومات المحلية اللي موجودة كمحافظين وكمجالس محافظات ما أدت المطلوب منها، لذلك إحنا أول ناس دعانا هو هذا اللي يدعم. دعانا نبتعد عن الدبلوماسية والمجاملة حتى نشخص هاي الأمور، وأنه ناسكم صدق يعني حالهم على اعتبار أنه يطون كل شيء، موازناتهم ما توصلهم، كل العراق عايش بخيرهم بس هذا حالهم. نعم، احنا بالتأكيد هاي وجهة نظرنا انه احنا نجري الانتخابات اليوم قبل غد. زين. ودعينا الى انتخابات مبكرة حتى لمجلس النواب عندما وصلنا الى طريق مسدود وأزمة كبيرة بحيث اصبح مجلس النواب عاجز عن اداء دوره، كذلك مجالس المحافظات، وكل ما يحصل تطويل في عمر مثل هذه التشكيلات هو يدفع ثمنها المواطن. ولكن احنا ايضا نقول ليس فقط ان نقدم موعد الانتخابات، تقديم موعد الانتخابات او اجراء في وقت لمجالس المحافظات لا يحل المشكله، اذا عدنا بنفس النظام الانتخابي بنفس الطريقه اللي تفرز بها الواجهه السياسيه في المحافظات ستعاد نفس الوجوه وربما يعاد نفس السياسات وتبقى المعاناه قائمه، لذلك احنا طرحنا آليات انتخاب جديدة لمجلس المحافظة بالتصويت للأفراد. هو هذا هاي التفاصيل اللي راح أجي عليه، لكن المعلن مثل ما قلنا القوى السنية متخوفة من حال أهلها على اعتبار يقول لك أنا ما راح أحصل ناخبين، ممكن إنه قضية تزوير، التحالف الوطني أساني عبرت عنه إنه جامل باقي القوى، لكن شنو اللي وحتى بالتحالف الوطني هو هم اكو مخاوف من التزوير في محافظاتنا ان يحصل، خصوصا مسألة الدمج. أنا بصراحة مسألة دمج الانتخابات مجلس المحافظة مع مجلس النواب في بقائمة مفتوحة وبمستوى من الوعي للناخب يكاد يكون يعني قليل، يخزك يخرج الموضوع عن السيطرة. نعم، تفتح باب للتلاعب وللتزوير. بهذا الموضوع شنو اللي وراء قضية التأجيل؟ ما أعرف، البعض يقول إنه القوى السياسية رايدة وقت حتى أكو تكمل طبختها اللي تطبخها بالخفاء، شنو هاي الطبخة؟ ما أعرف. كل واحد من يطرح فكرة معينة أو رأي معين هو بناء على مبتنيات موجودة عنده، أنا ما أريد أتهم أو أوجه اتهام لأحد، كل واحد مطلوب منه أن يبين لجمهوره للشعب العراقي لماذا هو يتبنى هذا الخيار وهذا التوجه. احنا ممكن يكون هو مسيطر على محافظات معينة ما يريد يخسرها، ممكن يكون إلى هدف بترويج جديد، هسه كلها قضايا سياسيه ممكن انتم تعرفوها، يعني مو شرط الا انا اجحتيها. والله يا اخ هارون انا بالنسبه لي ما احاكي النوايا ولا القي تهم على، بس تحاكي الكواليس السياسيه اللي انت آخرين. او حزب الفضيله التحالف الوطني جزء مهم من عندك. انا مطلوب من عندي ابين وجهه نظري بكل صراحه وكل وضوح. زين. وابين للجمهور انه هذا في مصلحتكم هذا مو في مصلحتكم. ولازم هم الجمهور يعرف انه انا ككيان سياسي اسمه حزب الفضيله، انا تشكيل ضمن جزء كبير اسمه التحالف الوطني. مو بالضرورة أن يأخذون بوجهة النظر، قد يأخذون بها، قد نجد معانا في التحالف الوطني من ينسجم في الأفكار ونستطيع أن نمرر الشيء اللي نريده، ولكن في بعض الأحيان لا نستطيع. جيد، إحنا عندنا وقت راح نرجع للقضايا السياسية، لكن خلينا بالأمور القانونية. نعم. هل ما أعرف يصح أنه تبلغ المفوضية
بكتاب من رئاسة الجمهورية صادر والله بحسب اتفاق الرئاسات الثلاث واجتماعهم قبل مثل ما قلنا شهر وست أيام على حد ما يصدر الكتاب، تبلغ هذا قرارهم بتأجيل الانتخابات. تجاوزوا على القضية القانونية، على المراجع القانونية، ما أعرف، قضية ما هضمتها. نعم ما يصير، لأنه هاي قضية الانتخابات مجالس المحافظات محكومة لقانون فرعي نافذ اسمه قانون المحافظات. زين. وقانون انتخاب المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 وقانون انتخابات مجالس المحافظات اللي هذه حددت مدد زمنية لأعمار هذه المجالس وحددت العضوية متى تنتهي. وبالتالي نحتاج إلى قانون جديد، قانون جديد يحدد عمر جديد لهذه المجالس القائمة بالوقت الراهن، لأنه قانون المحافظات الراهن في المادة 4 قال مجالس المحافظات الدورة الانتخابية لمجالس المحافظات 4 سنوات تقويمية. زين بس سمحت لي، القضية غايبة عن السيد حسن توران اللي بتصريحه يقول الدستور حدد مجلس النواب بس ما حدد مجالس المحافظات. صح، كلام النائب حسن توران صحيح. الدستور لم يتحدث عن عمر مجلس المحافظة ولا عن دورة المحافظ، لا أحال فيها للقوانين الفرعية النافذة. المادة 122 رابعا قالت ينظم بقانون انتخابات مجلس المحافظة والمحافظ وصلاحياتهما. يعني الدستور أحال إلى القانون كيف نختار مجلس المحافظة وكيف نختار المحافظ، وأحال أيضا للمدد اللي تستغرقها والصلاحيات اللي تمارسها. بأي قانون؟ في قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم حددت هاي المسألة في المادة 4 والمادة 6. المادة 4 في هذا القانون حددت العمر ب4 سنوات تقويمية. احنا حتى نقدر نتماشى مع الطرح اللي طرحت الرئاسات الثلاث بخصوص هذا الموضوع اللي هو إطالة عمر هذه المجالس وتمديدها إلى 2018، نحتاج إلى أن نجري تعديل على هذا قانون 21 قصدك اللي تعدل. نعم. يحتاج تعديل ثاني. نعم يحتاج تعديل أكثر من ثاني، أعتقد صارت 3-4 تعديلات عليه. المهم إحنا نحتاج تعديل لاحق عليه الآن، نعدل به المادة 4 بأن نقول عمر هذا مجلس المحافظة أكثر من 4 سنوات تقويمية، وكذلك المادة 6 التي قالت تنتهي عضوية مجلس المحافظة بانتهاء الدورة الانتخابية. هذا أيضا نحتاج أن نجري عليها تعديل معين. هذا حتى يمدد حتى المجالس الحالية تستطيع أن تستمر بمزاولة أعمالها إلى سنة 2018، ثم بعد ذلك تنتهي وتجرى الانتخابات مدمجة مع انتخابات مجلس النواب. يعني بهاي الحالة الحديث عن دستورية وعدم دستورية أو قانونية وعدم قانونية هو ماكو حديث مطلق. نعم الدستور ساكت، إنما خلينا نعبر بهاي الدقة، الدستور أحال إلى القوانين الفرعية، لأن حضراتكم تعرفون عندنا دستور ينظم قواعد عامة وثم دائرة أقرب أكثر فقراته بينظم ذلك، ينظم بقانون. فأحال هذا الموضوع، موضوع عمر مجلس المحافظة، طريقة اختياره والمحافظ صلاحياتهم، أحال بها لقوانين فرعية يشرعها مجلس النواب. زين إذا ما تمددت سنة هسه انتم هم هاي الأكو أمور وسطية راح تصير، تمددت سنة لا تمدد بكتاب من المفوضية ولا بقرار من الرئاسة، يجب أن تمدد بموجب تعديل يجريه تعديل القانون، قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008. الكلام ليش أن أكو أمور قانونية غامضة؟ نعم باقتراح من المفوضية وبتعديل يجيكم من مجلس الوزراء أنتم صوتون عليه، مو مشكلة. المهم إحنا يجري هذا التعديل تحت قبة البرلمان بالنهاية، سواء كان انطلاقة من رئاسة الجمهورية أو من مجلس الوزراء أو من مفوضية الانتخابات عبر مجلس الوزراء. إذا أنتم طرحتوا هذا الموضوع ما راح يتعارض ويا قرار المحكمة الاتحادية اللي أعطت للحكومة؟ لا جيد. لأنه قد يطرح بطريقة مقترح قانون اللي هو مجلس النواب يتحرك من تلقاء نفسه لمثل هذا التشريع. هسه انت قلت انه او المقترح انه تدمج مع الانتخابات النيابيه 2018. انا تحدثت بالجنبه القانونيه، بينت اكو امكانيه من هاي الناحيه، لكن احنا عندما نتحدث عن الجنبه السياسيه والفنيه والماليه وجنبه الناخب والمصوت ووعي المصوت اجد فيها صعوبه، واتمنى ان لا يحصل هذا الامر وان تجرى فيه. راح نرجع عليه، لكن خلينا بوسط هاي السنه. نعم. اللي راح تمدد 29 تنتهي عمل المفوضية. صحيح. بالتالي شهر إذا ما تأجلت الانتخابات وراء 29، لأنه يكون رأي يقول الشهر 10 أو بشهر 9 قبل انتهاء عمل المفوضية. عندكم ما أعرف سموها طصة بالنص، طصة قانونية. نعم. شو راح تعبروها؟ هاي ربما هي تكون واحدة من أسباب الدعوة لتأجيل انتخابات مجالس المحافظات، هو للتخلص من المفوضية القائمة.
لأن هناك الآن مساعي جارية لتشكيل مجلس مفوضين جديد. جملتها بأنت قد يكون، ليش ما تقول لي واحدة من الأسباب الرئيسية؟ لا ما أقدر أجزم 100%، والله مو هذه تحتاج أن تكون عالم قطعا بهاي النوايا، أنا ما عندي يعني هذه كلها إحنا دا نشتغل تحليل الآن. اي فاحتمال هذا واحد من الاسباب. لا من نقعد وياه بحس شمر ماكو تحليل، انا اكو حقائق حتى النوايا يعلمها الله، لكن الاتفاقات السياسيه تعلموها انتم. عندنا الان تعديلات مطروحه في اللجنه القانونيه تريد تلغي مجلس المفوضين الحالي وتشكل مجلس باهداف سياسيه، تشكل مجلس مفوضين من القضاة بانتداب ينتدبون قضاة من السلطه القضائيه لتشكيل مفوضيه جديده باهداف سياسيه. وإن يكن بأهداف سياسية، ما دام أنا عندي شكوك بهاي المفوضية أنها لا تستطيع أن 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 تنجز انتخابات محايدة على رأي من يطرح على هذا الموضوع مثلاً، من حقه أن يطرح أي مبادرة وأي تعديل وأي مقترح لإزالة هذه المخاوف. من يرى بأن هذه المفوضية جيدة وكذا من حقه أن يتمسك بوجودها وبقائها ولتستمر. ولكن هذا الانتداب المفروض اللي يصير أو الجد الفترة. الانتداب يخص بس إجراء العملية الانتخابية. هاي إذا ما طلعوهم قبل وقتهم. إذا ما دام الآن إذا حصل التوجه لتأجيل انتخابات مجالس المحافظات راح يكون أوتوماتيكيا في الشهر التاسع من عام 2017 ينتهي عمر المفوضية. فتستلم خلينا نسميها مجلس الجديد للمفوضيه اوتوماتيكيا بموجب القانون يعني. فحتى يتم تلافي مشاكل الصراع على يعزلون لو ما يعزلون، لا هو القانون راح يتكفل بهاي القضيه. جيد، ما اعرف هسه انت او احنا جمناهن او واقع البلد اللي موجود، قضايا سياسيه، الدستور الحاكم، القوانين النافذه، الاتفاقات السياسيه صارت كلها متشابكه. وضع البلد الحالي ممكن يحلها او وضعكم انتم داخل البرلمان؟ هو بالنهاية لازم أكو آلية اللي هو التصويت داخل البرلمان، يعني مو بالضرورة أن تأخذ إجماع حول هذا القرار أو ذاك عندما يطرح، على الأقل يجب أن يحظى بتأييد معتد به داخل البرلمان. زين، هذا يعني ما أعرف هسه الكلام قلنا على المجلس وتصويته بكل هاي القوانين اللي تحدثنا عنها، إذا كانت النافذة أو التعديلات، نعم رايحين عليها حتى تحتاجون أنه وقت أكثر طرحها، تحتاجون وقت هذا التمديد. هسه احنا قلنا او تذكرت انه ممكن ان يكون قضيه التغيير المفوضيه. انا من يمه قلت على قضيه انه الاهداف وسيطره الناس على المحافظات، بالتالي الرئيس السائد من اللي راح يكون المن؟ ما افهم يعني شنو القصد. الرئيس السائد هسه ممكن هذا يكون تضارب اراء، البعض بقضيه انه التاجيل يكون هو الوارد او مو وارد، لكن الحاكم نرجع لنفس القضيه، الحاكم راح يكون المن بوسط كل هذا التوتر اللي حاصل بالعمليه السياسيه. والله التقاء المصالح او الرؤى خلينا نعبر يعني راح يلعب دور في هذا الموضوع، واتوقع اكو رؤى لقسم من اطراف التحالف الوطني راح تنسجم مع توجهات بعض الاخوه في اتحاد القوى، وهذا اللي هو راح على اساس يتبلور بالنهايه. يعني الاحظ انه قضيه التاجيل هي اقرب لان تقر في البرلمان. قضيه التاجيل هي الاقرب. نعم بهاي المبررات اللي انطرحت. نعم، واتمنى ان تكون هاي تقديراتنا مخطئه. انتوا عندكم اهدافكم اللي ذكرتها بس ما شرحناها للناس. انت بعد قلت هسه توجهات الناخبين او قضيه دمجهم بالقائمه. نعم. حتى قضيه القائمه المفتوحه انتوا ما عرفت الكلام اللي دار على ان انتوا تردون ترجعوها لنصف مغلقه، حتى لا تقول مغلقه وتهيجون الشارع عليكم. هذا واحده من المقترحات يعني من تطرح حضرتك، تقول انتوا تقصد التحالف الوطني يعني. لا لا هسه ممكن اجمل كل القوى السياسيه. يعني لا هو عده مقترحات انطرحت لحد الان، احنا اجتنا باللجنة القانونية نسخة من مكتب رئيس الوزراء تقترح علينا أن يكون الانتخابات ب 1.7 سنت ليجو المعدل بعد ما كانت 1.6. يعني نعم اجتنا مقترحات أخرى تطرح آلية حتى تضيعون القوى أو الكتل الصغيرة بعد نهائيا يضيعوها. نعم هاي وجهة نظر. مثلا احنا في الفضيلة طرحنا أن يكون التصويت للأفراد وليس للقوائم، ونعتقد هذا النظام أكثر عدالة من غيره حتى ما تضيع أصوات الناخبين. طرح هناك طرح آخر يقول نجعل ثلثين من الأصوات تذهب للتصويت الفردي وليس للقوائم، وثلث يخصص لنظام ديهانت يسموه إذا سامعين به،
يعني هم نظام فت قائمه معين وبطريقه حساب معينه. على ايش قد يقسم هذا؟ هناك من يطرح فكره انه نترك نسبه مئويه لقائمه مغلقه ونترك الباقي لقائمه مفتوحه، يعني بهذه الطريقه. هي كثير افكار مطروحه الان هم على انتخابات مجلس النواب وهم على انتخابات مجالس المحافظات، ولا بأس هذه الأفكار هي بعد تدرس وتغربل ونخرج زين بنتيجة. هسه ما طول قلنا احنا الأقرب هو التأجيل، شنو اللي راح يحتاج يتعدل من ناحية القوانين أو الأمور هذا اللي طبعا راح يتبع البحث. راح نحتاج أنه عندنا مقاعد مجالس المحافظات راح يصير لها تقليص، وهذا القانون يمكم. نعم نعم بعد باللجنة القانونية. نعم تقليص عدد المجالس، ومبدأ التقليص متفق عليه بين كل الكتل السياسية، ولكن المستوى اللي نقف عنده بهذا التقليص بعد ننتظر بالاتفاق النهائي بين الكتل السياسية. عندنا مسألة النظام الانتخابي أنا تحدثت عنها قبل قليل، فيها آراء كثيرة ونحتاج أنه تحتاج إلى تواصل أيضا حتى نخرج بنتيجة. ونتمنى أيضا قضية انتخاب المحافظ أن تكون بالاقتراع المباشر من قبل المواطنين وليس من قبل أعضاء مجالس المحافظات، لأن التجربة للسنين السابقة وضعت المحافظ في وضع ضعيف جدا بأن يتعرض للابتزاز من الكتل السياسية، إضافة إلى أنه للأسف راح يجيب المواطن ورا شهر يلتفون عليه مجلس المحافظة. لا هو الـ النماذج اللي وردت كمحافظين طيلة السنوات السابقة، ما أقول كلهم، نسبة كبيرة منهم لا يستحق أن يكون محافظ. للأسف الأحزاب كانت فاشلة في اختيار مثل هذه الشخصيات، كانت ضعيفة جدا ولا تستحق هذا الموقع، مما أثر سلبا على المستوى الخدمي في المحافظات. أو بس خليني أوقف عند هاي القضية، نترك الخيار للناس وهم يتحملون مسؤولية خياراتهم. من كلامك وركزت على هاي القضية الجانب المظلم، ضامين ضمه خلينا نقول ضمه سود المجالس المحافظات، هذا رأيكم لو الكل متفق عليهم أنه خلص لازم انه يتغير حالهم حتى لا يبقون بهاي الحاله؟ احنا راينا بالفضيله هذا، انه نريد اراده الناخب هي تكون مسؤوله عن بشكل حقيقي عن افراز الواجهه، سواء كانت مجلس المحافظه او مجلس النواب او المحافظ، يكونون هم المسؤولين عن هاي القضيه. حتى لا يلقون، حتى لا يصير القاء باللوم على النظام الانتخابي وعلى الجهه الفلانيه والجهه العلانيه. المواطن هو يشوف المرشحين في محافظته لمنصب المحافظ، وخلي يشوف شنو مؤهله العلمي، شنو خبرته، شنو كذا، شنو وضعه، شنو نزاهته، يلا يختاره يروح يصوت له. مو يختار تسرق اصواته ويفرض عليه شخص بالمحافظه كمحافظ او كعضو مجلس محافظه ويتحمل هو الاذيه. هذا اكو عليه اتفاق نقول بالنسبه للغالبيه اللي موجودين؟ والله فكره التصويت للافراد طرحتها على اعضاء مجلس النواب وحصلت على تأييد كثير منهم، وجمعت اكثر من 75 توقيع، وكان بإمكاني أن أصل إلى أكثر من 100 توقيع. أكو رغبة موجودة عند النواب للتخلص من هذه المنظومة، لكن أأمل أن يبقون متمسكين بهذا الموقف وأن لا يخضعون لتأثير كتلهم جيد السياسي. أنا ما بقى عندي وقت وطرحنا كل الأمور، لكن قضية القانون الخاص بانتخابات كركوك ممكن نعتبرها معطلة لو هاي جزئية ما راح توقف معرقل بقضية التأجيل أو تغيير القوانين اللي موجودة والتشريعات اللي محتاجة تأجيل الانتخابات؟ والله قضية كركوك أعتقد تبقى على ما هي عليه، يعني يعاد نفس السيناريو بأن يوضع لها بند يبقي وضعها على ما هو عليه. يعني كل الأمور اللي راح تقول تعدل قانونها، إجراء الإحصاء، يعني كل هذا مجرد استهلاك إعلامي؟ لا، احنا تتحدثون عن كركوك يعني لو عن بقية المحافظة؟ لا كركوك، لا ما قلت لك خاصية كركوك يعني راح تكون جزئية لو معرقلة لكل هذا المشروع بقضية التأجيل. لا، تتعامل كجزئية أو مفردة داخل القانون بأن يوضع لها نص خاص يأجل وضعها لحين الوصول إلى رؤية متفق عليها بخصوص محافظة كركوك كالسنين السابقة. يعني احنا جرت انتخابات في بقية المحافظات لكن كركوك ما جرت مجالسها، هي موجودة اعتقد من 2006. ممكن بحسب برايك انه راح تستمر على هذا الوضع؟ تستمر على هذا الوضع لان مشاكلها ما زالت قائمه. طيب اسمح لي ان اشكرك النائب حسن الشمري القيادي في التحالف الوطني ووزير العدل السابق، شكرا لك. حياكم الله، اهلا وسهلا، مرحبا بك. عرضت السلطه القضائيه اعترافات مراسل صحفي تابع لتنظيم داعش وبين أنه كشف خفايا آلية العمل داخل وكالة أعماق الإخبارية التابعة للتنظيم الإرهابي.
ومصادر معلوماتهم وكيفية التعامل مع النصوص من النواحي الصحفية واللغوية قبل عرضها وتهويل الهجمات. وقالت السلطة القضائية أن المراسل الصحفي الذي يكنى أبو صالح موقوف على ذمة القضاء العراقي، واعترف بأن الماكينة الإعلامية للتنظيم تركز حالياً على عرض الخروق الأمنية في بغداد، مبين أنها تتعمد في بعض الأحيان تضخيم وتهويل الهجمات، كما أنها تستخدم التصوير الخفي داخل العاصمة للأشجار والبساتين بحجة أن لديها موضع قدم فيها. كذبت قيادة عمليات قادمون نينوى تسجيل فيديو تداولته قنوات عربية يظهر عملية قتل لأحد الأسرى بوضعه تحت دبابة، ووصفته بأنه مجرد فبركة إعلامية مفضوحة، ولم يتضح من الفيديو علامات تدل على أن مرتكبي جريمة هم من عناصر الجيش أو الحشد الشعبي، إذ لم يظهر التسجيل وجود العلم أو صنوف التي ينتمي لها الأشخاص على بدلاتهم، كما لم توضع لوحة تعريفية على الآلية العسكرية كما هو معتاد. وهذه الحادثة هي الثانية من نوعها التي أثارتها منظمات دولية في غضون أسبوع. وللحديث عن ماهية هذه الحرب الإعلامية وخفاياها ينضم هنا في الاستوديو السيد مهند العقابي مدير إعلام الحشد الشعبي. حياك الله حجي، اهلا وسهلا، ان شاء الله بخير. الله يحفظك. ما اعرف، عاجزين عن تقديم الدليل بالنسبه للناس من يشوف هاي الفيديوهات غير النفي او تصريحات؟ دائما يعني هو معروف انه رده الفعل مو مثل الفعل، يعني مو مقنعه بالنسبه للناس، بالتالي اكو ما اعرف نقطه خلل وين ممكن يشخصها؟ مو نقطة خلل، احنا اذا عرفنا حجم المعركة وحجم العدو راح نعرف ليش تطلع هاي الفيديوهات. يعني داعش معروفة، اكو اعلام رسمي لداعش مثل اعماق او المواقع الالكترونية الموجودة، واكو اعلام غير مباشر لداعش. نعرف مدى الهجمة الجاي، تجي من برا، من وسائل اعلام معروفة ومرموقة، اسماء كبيرة رنانة على مستوى العالم. اللي يشتغل هذا الشغل ويصرف ملايين الدولارات طبعا يقدر. احنا مرات نشوف فيلم وندر به فيلم ونتفاعل وياه، مو صحيح؟ يجوز مثلا مرات نبكي، مرات نضحك، هو فيلم، يجوز مرات نخاف. فهاي المؤسسات عندها احتراف، عندها قدره على التمثيل، عندها قدره على التصوير، عندها امكانات. داعش ايضا، احنا دائما، انا واحد من الناس ما اسعى الى تقزيم داعش، داعش مو جرذان بالمعركه، لا يقاتلون وعدو عنيف يعني. نفس الوقت داعش عندها ماكينة إعلامية، وأماكن إعلامية قوية، وبدليل احتلت عدة مدن عراقية بال 2014 بواسطة حرب نفسية بدون قتال، احتلوا هاي المدن. فناس عندهم إمكانات، عندهم تكنولوجيا، عندهم ناس يدعمهم، عندهم فلوس، عندهم كل شيء يقدرون يوفرونه. هذه المقاطع دائما احنا نشوف الهجمة تجي هجمة سياسية زائد آلة إعلامية زائد بعض الأدلة الغير معروفة. هسه تحلل هذا جيد المقطع جيد حجي، بس إذا راح نجي على تحليله، لكن من نتعامل وياه أنه هسه تتعامل وياه قضية، هسه احنا اتفقنا أنه ما نقلل من قيمتهم على اعتبار أنه عندهم الآلية الإمكانات، لكن بالمقابل نحن نتحدث عن بجانب الآخر، جانب الدولة، جانب المؤسسات الحكومية اللي ممكن عندها كل الإمكانيات. ما أعرف التشخيص العمل هون، لا تعرف انت هذا يستخدموه كجزء من الحرب النفسيه والدعائيه، وطبعا معتمد على التلفيق والكذب. احنا في بعض الاحيان كجهات رسميه او خاصه الدوله، يعني ما ممكن هم تصنع افلام كذب وهاي تقدر تصور هالمساله. واجب الدوله بهيج حالات مبني على اولا تكذيب الموضوع، ثانيا اعطاء مبررات التكذيب يعني مع الادله. يعني ما نقدر نقول احنا بالمناسبه احنا مو ملائكه، في بعض الاحيان تحصل خروقات سواء في الجيش، في الشرطه، في الحشد، كل جيوش العالم. امريكا المصنفه نفسها الاولى بالعالم من دخلت للعراق، عشرات مئات ربما الاف الانتهاكات سوتها، وهي عود معروفه وامم متحده وكذا وضع. فالانتهاكات او الخروقات تحصل لكن على مستوى فرديه، لكن مو بهالمستوى. حتى الوضع المقاطع في بعض الاحيان نشوفها بها جانب ساذج، فكذبوا وطوا الادله على تكذيب. جيد، خلينا نتكلم بصراحه. المؤسسات، القنوات العربيه معروفه بهذا التكلم بمصطلحات الميليشيات، ميليشيات الحشد، قضيه الفيديوهات اللي ممكن تصير يعني تعبرها بنشراتها، بتقاريرها، ببرامجها. هذا ليش ما كان اكو تواصل وياهم؟ ليش هم يتحدثون حتى العاملين وياهم على تلقيهم تهديدات مجرد انه مرروا بخبر ضد الحشد الشعبي، ضد القوى؟ خلينا نتحدث عن الحشد على اعتبار انه انت موجود. بالفعل هذول يتهددون بدل ما نروح نتواصل وياهم ونفهمهم حقيقه الموضوع؟
لا هو المشكلة يعني احنا من قنوات سدت مكتبه قالت طبعا تلقينا تهديدات من فصائل تابعة للحشد. استاذ هرف انت اعلام وتعرف وكنا نشتغل بالوسط الاعلامي نعرف زين. اكو شيء اسمه سياسه اعلاميه بكل مؤسسه، حاليا لو تدور دول العالم كلها ما تلقى مؤسسه حياديه، مو صحيح؟ كلها عندها سياسه اعلاميه وعندها عدو وعندها صديق وعندها ترويج تتبع كل المفردات. المشكله مو بالمكتب ولا مشكله بالمراسل ولا مشكله بالفرد. المشكله بالمؤسسه، المؤسسه توجهها يعني انا اريد اقنع مثلا العربيه لو اقنع الجزيره تروج اخبار للحشد الشعبي، هي روجت قبل للجيش، الجيش كان يسمونه صفو نفسه هذا الجيش كان يسمونه جيش صفوي، هسه جاي تشتغل على الحشد، اجي اقنعها يا به مراسل يا به اقنع قناتك. مرات احنا نعرفهم يعني هنا يجون يشتغلون، يعني صار تقريبا حدود سنتين ونص نشتغل بهالموضوع. نجي نلقى المراسل جدا جيد ومهن، ومرات تلقاه عراقي مصور او مراسل، مرات يريد يكسب رزقه ويشتغل بهاي المؤسسه. يرفع تقارير ايجابيه للمؤسسه، ديسك الاخبار او غرفه الاخبار الموجوده بهذه المؤسسه، قناه فضائيه، وكاله، جريده، تجي تتلاعب بالموضوع، تفبرك الموضوع، يقول لهم يابا انا اعيش في بلد هسه على الاقل توخوا الحياديه، هسه مو الحياديه ما يخالف، صيروا منحازين بصوره 60% مو 100%. بالتالي انا هم ضمن ناس من المجتمع مثل هاي الحالات عشرات مؤسسات، مشكله مؤسسات. هسه العرب ما نعتب عليهم والله، هذا هذا ديدنهم، مشكله السعوديه وقطر والامارات، بس المشكله مؤسسات اجنبيه. يعني انا عندي اكثر من حادثه موثقه مع مثلا كان سابقا سي ان ان، هسه شويه افضل مع نيويورك تايمز، صحف اجنبيه معروفه كذا، يعني اشتغلت مصايب. تجي تحاكي المكتب كلهم حتى اجانب، يعني تحاكي يقول لي هذا انت كون حيادي دافع عن مهنتك، انحاز بنسبه 60 70 هذا الانحياز الموضوع. انت هسه تقول اكتشفت بالحالات، شنو من الحالات اللي اكتشفتها؟ يعني شلون ممكن يتلاعبون بالخبر؟ يتلاعب في بعض الاحيان، مثلا انت رايح في منطقه معينه مثلا. هذه المنطقه تعرف مثلا مصفى بيجي، مصفى بيجي داعش مصفى بيجي تقريبا ما يقرب عن سنتين. زين. واحنا بعدنا محررين المصفى ونشوف النيران بالمصفى والانفجارات وكذا، يعني اغلب وضع المصفى تهدم. احنا نجي مجرد دخول المصفى صار لهم تقريبا سنه ونص سنتين بالمصفى، يقول لك تعال ان الحشد قاعد يعبث بالها، ويصور في بعض الاحيان بنايات قديمه او اشياء محترقه، ويقول انه هذا الحشد عبث بها. ايضا مسألة التلاعب بقضية النازحين، حتى في بعض الأحيان يستخدمون صور قديمة أو الاستعانة ببعض الأرشيف القديم أو الاستعانة بأشخاص مثلا سياسيين شفتكم بهم يأخذون منا أفراد، يعني من بغداد يأخذون في سبيلي وقفة في صلاح الدين علمود ينطي تصريح أو ينطي لقاء يقول له أنا موجود في صلاح الدين وصار فلان خرق فلان خرق. هذا استخدام الأدوات والنظر إلى الموضوع بعين واحد، هاي سياسات إعلامية خاصة بالقناة. مؤسساتنا قادرة على مجاراة هذا الموضوع، أو حتى وسائل التبرير أو شرح الموضوع، يعني دائما أنه هالمقاطع ممكن تركب على غير مناطق ثانية، بالتالي هم من يروجوا لها قادرين؟ عندنا المؤسسة أو عندنا حجم المؤسسات الإعلامية اللي قادرة على مواجهة كل هذا حتى نقلل هذا الضغط اللي موجود على المؤسسة؟ عندنا بعدين، البعد العراقي، الوضع العراقي، والوضع العربي أو الإقليمي أو الدولي. البعد العراقي لها مؤسساتنا قدرت يعني صراحة جزء من تفاعل الناس والحشد والقوات الأمنية بعمليات التحرير والنظرة السلبية اللي تماما ضد داعش والرأي العام اللي يشجع عمليات التحرير قامت به، هذا جزء من مجهود المؤسسات الإعلامية العراقية ونجحت صراحة بالتأثير. المشكلة احنا جمهور مؤسساتنا الإعلامية مقتصر يجوز على العراق وبعض المناطق القريبة. هذه المؤسسات العالمية الكبرى، قنوات ضخمة بميزانيات ضخمة، يجوز أكثر تأثير على الجمهور الأوروبي أو الجمهور العربي والإقليمي، وتشكل وجهة يعني نظر قد تكون دولية تضغط على مؤسسات. أنا التقيت وياهم من راس ووش ومنظمات العفو الدولية شفناها. أنا واحد من الناس حكيت وياه بيروت وياهم من راس ووش، قلت له أنت شو السعودية أكو انتهاكات النساء ما يخلوهم يقودون سيارة، وبالبحرين صار لهم ثورة تقريبا ما أدري كم سنة، تقريرا كتبت يجوز على السعودية وتقريرا على البحرين، وأنتم العراق كل أسبوع كأنه ما جدول مسوي لكم، كل أسبوع تنزلون تقرير. وأنا بنفسي أشرفت على دخولكم للعراق في أكثر مرة وقدمت لكم كل الوثائق والمستمسكات على وضعنا.
قال مو البحرين ممنوعين دخول البحرين. قلت له احنا صوتنا خليكم دخلوا للعراق، احنا خليكم دخلوا العراق، نقدم لكم وثائق يوميا منزلين تقرير سلبي والبحرين شيء ما تخليكم تدخلون. المهم هو حتى التبرير ما هو سبقت انتهى الموضوع، اكو تقرير، هو تقرير منظمه العفو الاخير سوى بلبله خصوص الشرطه الاتحاديه، خصوص الشرطه الاتحاديه، وجي بعد مقطع الفيديو الدبابه اللي هم اللي كذبوه عمليات قادمون يعني نوا. بالتالي منظمة العفو من الحاكم بيها هسه تقول قعدت وياه، حسيت من اللي مسيطر عليه؟ مسيطر لوب، اكو 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 فد مجموعة معينة قاعد جماعات ضغط، ما نعرف، اكو شغلات استخباراتية، شغلات أمنية، اكو اموال تصرف لسياسيين من اجل الضغط على هذه المنظمات. يعني اكو منظمة تعتمد سياسيين على قصدك بالداخل لو على لا سياسيين الخارج على مستوى الـ 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 العرب، على مستوى البلدان الموجودة اللي تشتغل بالضبط، ينطون فلوس لسياسي في سبيل الضغط على هالمنظمة. أكو رواتب تدفع زين، يعني شلون زمن صدام كان يوزع الصحفيين عرب وفنانين وكذا، يوزع لهم رواتب يستلمون بعمان وفلسطين ومدروين، نفس الحالة رواتب قاعد تدفع لهم. يعني أكو منظمة محترمة تعتمد على تقارير صحفية، وقد تكون هذه التقارير 90% مبابركة، احنا نعطيهم الدليل. مو هذه المشكلة، يعني ما وقفت عند مثلا قنوات اللي ذكرتها على اعتبار انه قنوات تابعة للمال الممول، لكن منظمة العفو الدولية منظمة دولية والمفروض انه رصينة كلهم يعتمدون. انا شفتهم، شفت شغلهم، حكيت وياهم، حتى اخذتهم على قولة العراقيين، اخذتهم على صفحة وحكيت بعض الافراد وياهم. كل تقاريرهم صحفية، وكالة ما تسوالها فلسين، وكالة انباء منزلت لها صورة مفبركة يحطها ضمن التقرير يعتبرها دليل، ويروح مدروين للأمم المتحدة ويروح مبعد، وهذا أدلة، شوف الانتهاكات، شوف الحشيش، حتى اللي يقتلهم داعش يقول قتلهم بدون مخاطبة المعنيين. هنا حتى بدون احنا شو نسوي؟ احنا مقاريد الله، نطي نفرش الأوراق، يا با هذا وضعنا، واحنا يا با مو طائفي، واحنا نحب الناس، واحنا كذا واحنا كذا واحنا كذا، كل هذا شغلك يذبه في سبيل. يقول لك كان ياخذ ياك صور على المود، من يعرض الاوراق الى مسؤولين او الى المجتمع الدولي، يقول لك يابا انا عود التقيت كم مسؤول عراقي، كم واحد يجوز بالحشد بالجيش بالشرطه بالدوله العراقيه، وهاي عود ويعرضها كادله يستخدمها ضدك. زين فهو المشكله تبكي، حتى انا شفتهم يشتغلون اغلبهم لو فلسطينيين لو اردنيين، وحتى توجهاتهم مضعيتهم يعني بالتمام بالضبط. ما تحدثنا عن هذا قضيه انه المال او التقارير الداخليه، ما يخفى على الناس انه قضيه الاذرع السياسيه اللي عندهم بالعراق تعاملتوا وياها كقضيه اكبر؟ عندنا هو المشكله هسه تشوف تجي الهجمه، بثت قناه وكاله خبر خبرين، شوف شخصيه شخصيتين، ما شوف الا بالعراق الا طلعوا كم شخص سياسي رباط او هو وكانه نفس الجمل اللي يقولون هاي الوسائل يجي يقولها كانه ما عايش بالعراق. انا ظليت اشك والله داسك يجوز ما عايشين بالعراق، يرجع مثل البغبغاء يعتمد هو ابن البلد، يعني يجي يعتمد على تقارير أجنبية أو تقارير وكالات صحفية، ويجي نفس البغبغاء يردد هذه التقارير بدون علم بدون دراية. ومرات قلت لك يعني توصل مرحلة السذاجة، يعني أكو فد أشياء ساذجة جدا ما حد يصدق. مثلا يقول له الحشد ما بي مثلا ولا مثلا شخص سني، أنا عندي تقريبا راح يوصل عدد 40,000 مقاتل من أبناء السنة من مناطق صلاح الدين والأنبار ونينوى، وهذا يجي يقول لك ولا نفر موجود بهم. فأكو أشياء ما يقبلها، يعني ما يقبلها العقل، مو موجودة. فهذا لو ما يدري بالدنيا وين لو جاي 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 يلقنونه. يعني ما كملنا الكلام على قضية التحليل بالنسبة لهذه الفيديوهات، شلون تتعاملوا مع التحليل هسه؟ مثلا هذا الخبر اللي قرأناه يقول إنه هاي الدبابة ما طوا مساحة أوسع، الكادر الأوسع حتى تبين المنطقة أو حتى الدلالات كعلامات إنه ذول إلمن تابعين يا قوة. بالتالي هذا التفصيل محتاج الناس تعرفه حتى يقول لك تحليل وراء. احنا عرفنا مثلا العمليات المشتركة صدرت بيان بهالخصوص، وطت ويجوز البيان تقريبا انتشر بكل المواضيع. المقطع شوفه هسه، خلوا أي واحد يشوفه. إذا كانت دبابة تابعة لجهة معينة، إذا قالوا الحشد فإحنا الحشد معروف وراياتنا وكذا، وهم الشباب ما يعني ما عندهم شغل وعمل بس يلزقون يجوز أعلام وكذا. وإذا كانت تابعة للجيش، شوف أنت واحد من الأشخاص لابس زي أنا ما شايفه إلا قبل 2003، زي صحراوي كأنه مال يعني بزمن صدام مال الحرس الخاص ما أدري شنو، لابس مثل البيرية، يعني هذا الزي لا موجود لا جيش لا شرطة لا حشد، ما أدري هذا الشخص منين جاي من الفضاء نزلوا ياهم بالفيديو. ثانيا المنطقة جغرافيا، الدبابة بس هي تثار ما أدري شنو، طبيعة الأسلحة طبيعة الوجوه، يعني كأنما ملقطينهم من كل جهة واحد.
السعر. انت ما ممكن تعال انت تجي هسه حتى منطقيا، يعني اكو واحد يلزمنا شخص ويقول له عندي معلومات يخلي جوا سرفه الدبابه، يقعدوا يا سواليف وين جماعتك، خصوصا انت بصحراء يجوز يدليهم على شخص. هسه هذا المنطق راح اقول هذول شلون جابوا الدبابه؟ زين الطيران المراقبه الجويه وين كانت عنهم؟ الدبابه من تحركت اذا ما تابع القطعات. عزيزي عزيزي احنا بمعركه الخالديه، زين معركه الخالديه الملحمه الخالديه يجوز ما حد يعرف ما هي معركه الخالديه. لقينا تقريبا 5 دبابات ابرامز عداش. دبابات ابرامز. انت بالمعركه انا هسه عندي لقطات يعني ما تميز قلتي اللي كان عند الجيش. كل شئتهم دبابه عندهم، في بعض الاحيان حتى لقينا مثلا صواريخ ما موجوده يجوز بالشرق الاوسط كله. هاي الصواريخ الار بي جي 728 ما موجوده حسب معلومات سالنا الاخوه ما موجوده بالشرق الاوسط كله. هاي حراريه، نظره الطب عندنا الدبابه تموع بصاروخ. هاي معركه بيجي كل انواع هم خذوا دبابات من جيش العراق، خذوا همرات، خذوا مدرعات، ملابس. اكو مقطع مال فيديو ايضا منتشر، واحد لابس زي ما الشرطه الاتحاديه واجا وفجر روحه، موجود على مواقع التواصل. هم يرتدون ملابسنا، في بعض الاحيان احنا هسه بهاي المعركه مال الموصل مال غرب الموصل، اجى السياره شايله واحد من علم اعلام الفصائل. سياره همر شايله. هو داعش عندهم دبابه وعندهم مدرعه، حتى الطيارات مسيره ترمي ابوات، يعني هذا يجوز حتى احنا ما مستخدمينه، طياره مسيره صغيره هاي نفسها الصور مع التصوير هاي شيل لها ابوات صغيره وترميها. كل شئتهم زين. خليني اسف هاي بالدقائق الاخيره ما اعرف، اكيد اطلعت على بيان السلطه القضائيه بالتحقيق ويا مراسل اعماق، هذا اللي موجود ما اعرف تقريبا كل اللي موجود عندهم. متابعتكم لهذا الموضوع حصر الاماكن اللي استخدموها بالترويج، انتم معنيين بها بتوجيه الجهات المعنيه؟ هو ما اضاف جديد، انا شفت التقرير، احنا عندنا معلومات كامله، عندنا غرفه عمليات نفسيه، حرب نفسيه جيده خصوصا في الحشد. يديرونها ناس متخصصين وجيده جدا، هذا كل الموجود اصلا قبل تقريبا سنه. هسه اذا تريدون ارقام تليفونات، اذا تريدون اودي لكم اياها بالواتساب خاصه، ارقام تليفونات المشتركين بوكاله اعماق واللي يديرونها تقريبا 4 ارقام تقريبا بالعراق، والباقيات ارقام عراقيه. كيف تدار اصلا هو الفيلم يحرصون مرات، هو شو يسوون مرات؟ وينزل الفيلم ينزل اول مره صور يحمس الجمهور، راح ننزل عن عمليات كذا، او مره كان يختارون غزوات، غزوه فلان غزوه فلان، ينزلون صور يشوفون رده فعل الجمهور. مرات نكتشف الصور اللي ينزلونها من ينزل الفيلم اكو بعض الصور ما موجوده. ليش؟ اكتشفوا اكو خلل، مثلا هذا لابس زي شتوي وهو المعركه على اساس بالصيف، هذا لا. فعندهم اكثر من جهه تفحص، هاي مال يقاتلون داخل يعني مره قالوا خرقنا مدينه السامره. اصلا هي المجموعه من الافراد سللوا على بعد تقريبا 20 كيلومتر من سامره. موجوده هم تقريبا حتى عند جمهورهم انتهوا 90% مما يقولون كذب. فحتى جمهورهم هسه داخل الموصل احنا مو كل شيء يعني يصدقون به، لان الكذب صار مفرط عندهم. واكو خيبه يعني اكو انكسار بتويتر، انتهوا داعش يعني ماكو شيء اسمه وجود بتويتر حاليا. فهم جمهورهم هاي الماكينه الاعلاميه الدعايه لداعش تقريبا انتهت. طيب اسمح لي، واحنا ايضا انتهى الحديث بسبب انتهاء الوقت، اسمح لي اشكرك سيد مهند العقابي مدير اعلام الحج الشعبي، حياك الله. شكرا جزيلا. حياكم الله. شكرا لكم مشاهدي الكرام، حلقتنا انتهت، موعدنا باكر، مع السلامه.